أكلة خفيفة ظريفة مقدها لنا خليل، الأخ خليل مقدها لنا، هذا عشاء خفيف ظريف، الخبز والحليب. والله تهدي يا والله تهدي، هو الخبز الخبز والحليب سهل، عشاء خفيف ظريف. كتشد الحليب، شكو ديال الحليب، كتشد شكو ديال الحليب، بسم الله، كتشد شكو ديال الحليب، كديرها فوق النار حتى كتفيض مزيان، كتبربر، ملي كتفيض كتقبضها، كتخوير شي حاجة بحال هكا، كسرونة، خليفة، جيرة، إينا، فين كتخويها، كتقبض الخبز، كتقبض الخبز، تقرضو مزيان بحال هكذا، ملي كتقرضو مزيان، كتخوي عليه داك الحليب، وكتخوي عليه واحد شوية ديال زيت العود. زيت الزيتون، وملي كتخوي عليه هذيك الساعه كتخلطها مزيان، ملي كتخلطها صافي تولي عندك الاكله لذيذه خفيفه، عشاء خفيف اللي عجلان وبيصوبها بقى يصوبها. وهذه فكره سهله لمجموعه من الاشخاص اللي بغا هذه الاكله هذه لذيذه، لذيذه جدا، ان تسمى عندنا بالمغرب بطوطو ماريا، طوطو ماريا، طوطو ماريا، ما عرف من خرجوا ولا ما عرف بالله. شتو بسم الله، يلا بقاو طيبوا هادي، ما عطوها للحباب ديالكم، الأصدقاء ديالكم لك.